إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في موضع آخر من صحيحه في كتاب الرقاق، لكنه أورده مختصرا، وأورده من طريق محمد ابن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، محمد ابن سنان بهذا الإسناد يعني الذي ذكره في هذا الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك روى هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيح. يونس هذا هو ابن محمد المؤدب، وسريج هو ابن النعمان، وأخرجه الحسن ابن سفيان في مسنده. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا فليح، وساق الحديث بهذا الإسناد، وأخرجه أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبير في باب في كتاب آداب القاضي من طريق أحمد ابن علي الخزاز قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح، وساق هذا الإسناد. وأخيرا رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق محمد ابن المثنى، وهو أحد مشايخ الستة، قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح ابن سليمان بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيح. إذن الرواة
عن فليح ابن سليمان ابنه محمد ابن فليح ومحمد ابن سنان عند البخاري، ويونس ابن محمد وسريج ابن النعمان عند أحمد، وعثمان ابن عمر عند ابن حبان. بعد خمسة يروون هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي ألفاظ: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وإذا أسند الأمر كما في رواية محمد بن سنان، أيضا في رواية سريج بن النعمان: إذا أسند الأمر إلى غير أهله، وفي مسند الإمام أحمد: إذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا هذه الألفاظ لها دلالات سنقف عليها بعد إن شاء الله. كنا في الدرس الماضي ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا، عقد هذا الباب كمثال لأدب الطالب ولما ينبغي أن يكون عليه الشيخ، وذكرنا نتفا في المرة الماضية من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والتي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ، وسنكمل بقية الآداب إن شاء الله عندما نأتي على حديث ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي هي كالمؤمن ولا يسقط ورقها، وأردها في هذا الحديث جملة وفيرة من الآداب. لكن سنقف الآن على بعض الفوائد الإسنادية في هذا الحديث. الإمام البخاري روى هذا الحديث من طريقين له عن فليح بن سليمان، طريق عالي وطريق نازل. أشرف أنواع العلو الذي كان يحرص عليه المحدثون هو تقليل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو المصباح، كل ما تقترب من ضوء المصباح كل ما يكون أشرف لك، فلذلك كان المحدثون يحرصون على الأسانيد العالية ويبذلون حر المال في سبيل تحصيل هذه الأسانيد. سئل يحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل رحمه الله وهو في مرض موته، قيل له: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي. وكانوا كما قلت يحرصون على هذا النوع من العلو، تقليل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وأحد الأسباب الحاملة للمدلس أن يدلس إحراز هذا العلو، لا سيما في تدليس الإسناد أسانيد. كيف كان العلماء يهتمون بالإسناد ولا يقبلون من المتحدث حديثا إلا إذا أسنده؟ ويا ليتنا نراعي مثل هذا، إذن لسكت من لا يعلم. كثير من الناس يتكلمون بالجزاف، ولأنهم تعودوا أن الجماهير لا يسألونهم فإنهم يتكلمون، حتى إن بعض الناس الخطباء أو المحاضرين يأتي فيتكلم بكلام أي كلام، يعني ما حضر درسه ولا تعب. وينبغي للمحاضر أن يحترم عقول الجالسين، يتعب، وينبغي عليه أن يعتقد أن في الجلوس من هم أفهم منه، وليس معنى أنه تصدر وجلس على كرسي الوعظ أو كرسي التدريس أنه أفضل من كل الجلوس، لا، هذا غبن لحق الآخرين وغمط لحق نفسه، يعني ما ينبغي له أن يجهل قدر نفسه. فلو أن كل متكلم يعلم أن الجماهير لا تقبل منه الكلام على علاته، إذن لبحث في أسانيده، كما كان السلف الأوائل. سمع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يحدث، سمعه يحدث بأحاديث ليس لها أسانيد،
قال: ما هذا يا ابن أبي فروة، تحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة؟ يعني أنت لو معاك فرس جانح وليس له لجام تحكمه، ولا بعير ليس له لجام تحكمه؟ لا تستطيع. كذلك الإسناد بالنسبة للكلام مثل الخطام بالنسبة للبعير. ولأجل هذا، لأن الإسناد كان له يعني في النفوس وقع، كان كثير من الناس يستخدم الإسناد حتى لو يخترع، لكنه كان يعلم أن الإسناد له قيمة في نفس محدثه. الخطيب البغدادي رحمه الله روى في كتاب التطفيل، وهو كتاب عن أخبار المتطفلين، يعني حكاية لطيفة جدا عن نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو، وهو أحد أئمة الحديث واللغة. قال أبو عمرو: كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأجملهم ملبسا وأعذبهم منطقا، وما من وليمة أذهب إليها إلا يتبعني، فيكرمه الناس لأجلي، يظنون أنه معي. فهذا الأمر غاض نصر بن علي. قال: فقلت في نفسي يوما: لو دعاني جعفر بن القاسم اللي هو أمير البصرة يعني، وتبعني هذا لأفضحنه اليوم. قال: فما هو إلا أن طرق الباب، وخلص بس الفكرة دي والباب طرق عليه. فتح الباب وإذا رسول جعفر بن القاسم بيقول له: أجب الأمير، عنده ختان لابنه، أجب الأمير. قال: فما هو إلا أن لبست ثيابي وخرجت، فإذا الرجل واقف على الباب مستعد، لابس عدة الشغل ومستعد. قال: وتبعني، ودخل. قال: فلما جلسنا على المائدة قلت: حدثنا درست ابن زياد، حدثنا أبان بن طارق عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيت غيره من غير دعوة دخل سارقا، دخل مغيرا وخرج سارقا. أخبرك هو طفيلي فهم إن الكلام عليه، فقال له: أنفت لك يا أبا عمرو، أنا مكسوف لك، فما من واحد من هؤلاء الجلوس إلا يظن أنك تعنيه دون صاحبه، ثم تتحدث بمثل هذا على مائدة سيد من أطعم الطعام، ثم إنك تحدث عن درست وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك الحديث، ونسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل. شوف من الذين ده أبو عاصم ده اللي وضحك المخل الشيباني، من أوثق الناس، وهو من كبار شيوخ البخاري، واخد بالك. يقول: نسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف الثمانية، وهذا متن صحيح وسند صحيح. قال نصر: فأفحمني، فلم أجد له جوابا، وخرجنا من العزومة المائدة دي. فقال لي: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. إذا كنت عايز تدخل حرب وفاكر نفسك هتطلع سليم منها يبقى أنت ظننت عجزا. قال: وفارقني ولزم جانب الطريق الآخر. فشوف يعني واحد طفيلي ناقد، يعني يقول درست ضعيف وأبان متروك، وبعدين يروي إسناد الحديث بإسناد نظيف ويقول هذا سند صحيح ومتن صحيح. كانت هذه البضاعة الرائجة والسائدة، ولذلك كان العلماء لعنايتهم والعامة لعنايتهم بالأسانيد
كانوا يكتشفون الكذابين الذين يكذبون بهذه الأسانيد. ولله در عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا إن احنا بنحقق ونسأل كل إنسان عن مستنده لقال من شاء ما شاء. وهنا أيها الإخوة الكرام أذكر شيئا من محنة جسيمة في الواقع لكن لا يشعر بها أكثر الناس، وهي ضياع فن التراجم في هذا العصر. لو أن إنسانا سئل عن شيوخه فادعى جماعة من الشيوخ، قال مثلا أنا عدة شيوخي 100، 30 في الحديث، 30 في الفقه، 10 في القراءات، 10 في النحو، 10 في الصرف، هل تستطيع أن تكذبه؟ حتى لو قلت له طب سم لي شيوخك في الحديث مثلا، يقول علي إبراهيم، تعرف تجيبه؟ ازدحمت مثلا، تعرف أين هو في الكرة الأرضية؟ ما تعرف. لما كان في عناية بفن التراجم ما يستطيع أحد أن يكذب. ليه؟ إذا قلت أنا قرأت العلم الفلاني على فلان، بننظر في كتب العلماء الذين ترجموا لأهل العصر، هل هذا الرجل له وجود أصلا أم لا؟ هل هذا الرجل كان متينا في مادته أم لا؟ لكن يستطيع أي إنسان أن يدعي لنفسه ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يكذبه. بعض الناس الآن بعد 300 عام قد يكون أئمة، قد يكون أئمة. يعني مثلا لو أني قلت مثلا حدثني أبو لمع، أنتم كلكم عارفين أبو لمع يعني أستاذ الكذب في العصر الحديث، واخد بالك؟ بعد 300 سنة أو 500 سنة، لأنه لم يؤرخ أحد لأبو لمع ده ولم يقل أحد أنه كذاب، قد يكون أبو لمع ده إمام بعد 500 سنة، لأنه لا حس ولا خبر عنه. فهذا الفن، فن التراجم، فيه صيانة لعلم العلماء وقطع للمدعين. كان زمان يكتشف الكذاب إذا ألف سندا من الأسانيد يكتشف على طول. يعني بيذكر العلماء أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وقصة معروفة وإن كان طعن فيها بعض العلماء كابن الجوزي أظن، قال إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة، فإذا رجل من القصاص عمال يحدث، فبيحدث بالأسماء اللامعة، قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق سندا من الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس في 70,000 منقار، كل منقار في 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة. تركيبة يعني عجيبة، بالك. فيحيى بن معين كان بيصلي تحية المسجد، سمع الكلام ده ما صبرش، استعجل في صلاته، واخد بالك؟ وبعدين هذا القص بعد ما خلص الحكاية دي كل واحد بيرمي بياضه، يرمي له قرشين وبتاع، فناداه يحيى بن معين، فجاء الرجل متوهما لنوال، يعني لعطاء، يعني فاكر انه هيدي له حاجة يعني. فقال له يحيى: اجلس. فجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
فقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. فالرجل كان إيه برضه ذكي وبيتصرف بسرعة، بالك. فقال له قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة، عرفت أنه أحمق دلوقتي هو بس. أو تظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و 17 يحيى بن معين، يخلى من الشبه 17، إحنا عندنا يخلى من الشبه 40 بحكم إيه العصر، كل ما بنتقدم وبنقترب من الساعة العدد بيزيد، تاخد بالك. قال فوضع أحمد فمه في كمه، بيكتم الضحكة مش عايز الضحكة تطلع، تاخد بالك، وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. أهو ده رجل عارف أن الإسناد له شأن عند الجماهير، ألف سند من الأسانيد، واخد بالك. لكن كان هناك من العلماء من يقوم لأمثال هؤلاء. قيل لعبد الله بن المبارك الأحاديث الموضوعة يعني ماذا نفعل فيها؟ قال تعيش لها الجهابذة. وكان العلماء يعدون العدة لأمثال هؤلاء، كل فعل رد فعل، كذبوا في الأسانيد وألفوا أسانيد، الله تبارك وتعالى يوجد من العلماء من يكشف مثل هذا الخطل. ليه؟ لأنه فيه جناية عظيمة على السنة. يحيى بن معين رحمه الله كان في ركن يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، فرآه أحمد بن حنبل، كان يحيى هو بيكتب الصحيفة، أي واحد يقترب منه يطوي الصحيفة. فلما جاء أحمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى، كان بينهم إخاء أكيد، قال ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال أكتب صحيفة أبان عن أنس. كذابين، كانوا كان لهم صحف بإسناد واحد مثلا عن أنس بن مالك، ويروي 40 حديث، 50 حديث، 100 حديث، وتصبح دي اسمها صحيفة، تروى بإسناد واحد زي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكل واحد يأخذها عن عمرو هي صحيفة، هذا إسناد صحيفة لا يتغير يعني. فقال هذه صحيفة أبان ابن أبي عياش عن أنس. طبعا أبان ابن أبي عياش متروك الحديث، وكان شعبة شديد الحمل عليه، وكان يكذبه، حتى إن أبان وسط حماد بن زيد وآخرين سليمان بن حرب يكلموا شعبة بن الحجاج إنه يكف عنه، لأن كان زمان العالم إذا تكلم إذا جرح فقد يقضي على المجروح، إيه كان لهم قيمة وكان لكلامهم قيمة كبيرة. فيقول يحيى بن معين هذه صحيفة أبان عن أنس، أكتبها ثم أحفظها، فإذا جاء كذاب فجعلها ثابت عن أنس أقول له كذبت، بل هي أبان عن أنس. شوف في الكتابة ثابت وأبان قريبا من بعضها، يمكن أن يحصل تصحيف. فممكن واحد من سراق الأسانيد، وكان فيه لصوص الأسانيد برضه زي المحافظ والكلام ده والجيوب والكلام ده، كان فيه سراق الأسانيد يسرق إسناد وحديث وركب له أسانيد متعددة، فيأتي فيضع بدل أبان يحط ثابت. طب ثابت ابن أسلم البناني من أوثق الناس عن أنس، لازم أنس بن مالك 40 سنة، وهو من أثبت الناس في أنس. فلما تضع ثابت مكان أبان يبقى الحديث صار إيه؟ صحيحا. فمن عناية يحيى بن معين أن يحفظ الكذب، مش يحفظ الصحيح، أن يحفظ الكذب، حتى إذا جاء سارق أو مصحف فجعل بدل أبان ثابت يقول له كذبت، بل هذا أبان عن أنس وليس ثابت عن أنس. هذا كله لصيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإسناد له قيمة كبيرة،
والإسناد كما قلت هو المستند الذي تقدمه الذي يدل على صحة الكلام من ضعف. إحنا الآن بنحكم على الأحاديث أنها صحيحة أو ضعيفة أو حسنة إلى آخره بالأسانيد، نجمع الأسانيد ونجمع الطرق وننظر في المتابعات والمخالفات إلى آخره، ونستضيء بكلام العلماء المتقدمين وكلام العلماء المتأخرين، ونخرج في النهاية ببحث إن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. كل هذا بسبب الإيه؟ بسبب الإسناد، وإلا لو راح الإسناد لا نستطيع أن نحكم على الكلام حتى نعرف نقلت هذا الكلام. الجماعة اللي كانوا بيشحتوا زمان كانوا يشحتوا بالأسانيد برضو، واخد بالك؟ زي ما ذكر برضو ابن الجوزي أن رجلا متسولا كان بيستجدي العطاء من الناس فأبوا أن يعطوه، فقال لهم ما أعطيتموني لأخزينكم سائر اليوم، وعلى طول طلع من الكيس بتاعه إسناد عن يزيد بن هارون بإسناده النظيف عن حد كده من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثا. خلاص، فعلى طول الناس خايفة من إيه؟ من الموضوع ده، فكل واحد اداله إيه اللي في النصيب. هو الرجل أخذ الحصيلة ومضى، وجاء يزيد بن هارون فسألوه يعني أنت حدثت بالحديث الفلاني؟ قال كذب عدو الله ما سمعت به إلا الساعة. واخد بالك؟ هو عارف الإسناد له واقع عند الناس فألف هذا الإسناد. حتى في الخلافات المذهبية والخلافات الفقهية كل طائفة كانت بتفتري من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام المتون التي تؤيد ظاهرة ما تذهب إليه. يعني شوف مثلا خلاف كان بين الحنفية والشافعية في كثير من الأعصار كان خلافا شديدا وكان خلافا حادا، حتى وصل الأمر ببعض المتأخرين من الأحناف أنه أفتى بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية. ليه؟ قال لأن الشافعي يستثني في إيمان، والاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان كفر. يعني الشافعي يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والإيمان عند الحنفية التصديق، والتصديق لا يتصور فيه استثناء، لابد أن يكون التصديق جازما. واخد بالك؟ فقال إن هذا شك في الإيمان وكفر. واخد بالك؟ فالمسألة دي عملت مشاكل، فجاء واحد متأخر عنه من الحنفيين وكان يسمى بمفتي الثقلين، مفتي الإنس والجن، بالك؟ فقال يعني نزلوها منزلة نساء أهل الكتاب، يعني المرأة التي تتمذهب بالمذهب الشافعي حننزلها منزلة إيه؟ النصرانية أو اليهودية. يعني كما يجوز أنك تتزوج نصرانية أو يهودية يجوز لك أن تتزوج شافعية. تاخد بالك؟ كان الخلاف شديد، وبعض الناس ألف انتصارا لأبي حنيفة رحمه الله حديثا يقول بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو حنيفة سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. محمد ابن إدريس ده الشافعي، محمد ابن إدريس هذا الشافعي رحمه الله أضر على أمتي من إبليس. العجيب في المسألة أن البدر العيني رحمه الله في تاريخه يميل إلى أن لهذا الحديث أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب محض لا ينبغي أبدا للمرء أن يتردد في تكذيب هذا الراوي وفي الحكم ببطلان هذا المتن بشقيه، بالبشارة بأبي حنيفة وبالإزراء على الشافعي، كلاهما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام.
أدى يعني هذا إلى العصبية. العصبية واحد كان له ابن في الكتاب والمعلم ضربه علقة والولد جاي لأبوه بيعيط، وأبوه كان متخصص في الكذب، متخصص في الكذب الأحاديث. لماذا تبكي يا ولد؟ قال له ضربان المعلم. قال لأخزينهم. حدثني عكرمة على طول، جاهز على طول. ها؟ حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلموكم. تاخد بالك؟ فالعلماء بقى إيه الكبار الجهابذة كانوا لهذه الأسانيد بالمرصاد، فقل قلما يكذب رجل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويكشف ذلك أهل الحديث. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في البحر إلا فضحه الله في البر. صيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بنقول هذا الكلام لأنه له علاقة وثيقة بالمتن. الآن إذا وسد الأمر إلى غير آل فانتظر الساعة، في هجمة شرسة على أصحاب الحديث، وحتى دخل في هذه الهجمة النسوان، والنسوان لغة عربية فصحى، لذلك دخل في هذه الهجمة النسوان. فامرأة بتقول إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا فقط. يا بيت، شو البيت دي؟ ها؟ المعلمة دي، المعلمة لم يصح إلا 17 حديث. ما عرفش البخاري جاب كل ده منين، هي بتقول كده، واخد بالك يا أخي؟ هذا هوان، هذا هوان والله. أن يسمح لامرأة أن تتكلم بهذا الكلام في بلد تعج بعلماء الشرع، والمرأة تفوت بهذا الكلام ولا تحاسب، سبحان الله. يعني لا يوجد نقابة للعلماء، في نقابة للحيوانات وبتدافع عن الحيوانات وبتنتزع حقوق للحيوانات، وفي نقابة للأطباء، وفي نقابة للصيادلة، وفي نقابة للمهندسين، والنقابات دي إنما أقاموها لحفظ حقوق الطائفة التي تنتمي إليها والدفاع عنها والذب عن حريمها. لكن في هوان، في هوان إن أي إنسان يتكلم في دين الله عز وجل ولا أحد يرده. إذا وسد الأمر إلى غير ألف فانتظر الساعة. يعني أنا لو اشتيا قديما كان اسمها الإجازة. الدين كعقيدة للكل، نعم، ولكن كعلم له رجاله. طيب أنت إذا قلت هذا حلال وهذا حرام، مش هذا توقيع؟ كما يقول ابن القيم: كأنك توقع عن الله. وأنت لما تقول هذا حرام وهذا حلال، ما هذا إذن منك بحل هذا أو بحرمة هذا، مش ده توقيع؟ يبقى الذي لم يستوفي أدوات الفتوى ثم يفتي هذا مزور، ينبغي أن يعاقب أشد العقوبة لأنه مزور. الآن كل من هب ودب بيتكلم حتى في غير تخصصه. يعني علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. علم الحديث لا يذلل لامرأة قط أبدا مهما فعلت وبذلت. ليه؟ لأنه له يعني مؤهلات المرأة فطرة وخلقة لا تستطيعها. وعلى مدار تاريخنا الطويل ما رأينا امرأة قط ناقدة، إنما رأينا نساء راويات تأخذ كتاب ترويه، زي مثلا بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخه، كريمة بنت أحمد المروزية لها رواية في صحيح البخاري والحافظ بن حجر اعتمدها،
وهي من أوثق الروايات. كذلك أمة الله مريم الحنبلية لها مسند صغير. المرأة تروي بإسنادها نعم، لكن تنظر وتنقد لا، هذا علم تفرد به الرجال. في امرأة صحفية، وده من جملة الركام كما الكلام كله آخذ بعضه برقاب بعض، كتبت كتابا، هو كان عبارة عن جملة مقالات، ونزلت المقالات دي في كتاب، والكتاب ده بيباع بلا حرج، مبذول على الأرصفة وفي المكاتب. عنوان هذا الكتاب: هل النساء أكثر أهل النار؟ ده العنوان. طبعا داخل العنوان، داخل الكتاب، مقالات واضح أنها بتعترض، يعني هي حتى دي عايزين يكتسبوا حقوق المرأة في العملية دي برضو، الدفاع عن المرأة، حقوق المرأة. هل النساء أكثر أهل النار؟ قالت أن في حديث رواه راوي اسمه البخاري. تأخذ ذلك، سبحان الله، الرجع من الأخ صاحب السيارة دايو في مدخل، تقول أن راوي اسمه البخاري. أخذ ذلك، روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء النساء في يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان. فقالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فبتقول إن هذا الحديث رواه الراوي اللي اسمه البخاري، أخبرك. وابن الجوزي يقول أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به، فممكن السند يكون صحيح لكن المتن يكون ضعيف. ونحن نرى إن هذا السند وإن كان صحيح لكن المتن، الكلام نفسه معلول وغير معقول. خلاص، ليه غير معقول؟ قال أولا، قالت أولا الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي علمنا الذوق والأخلاق الحسنة يأتي النساء في يوم عيد، بدل ما يقولون كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام، ها يقول لهم أنتم في جهنم وبئس المصير؟ حد يقول الكلام ده؟ رسول الذوق، أبو الذوق كله يقول الكلام ده في يوم عيد؟ طب يقولوا في يوم تاني غير العيد، ها، لكن على طول يوم في جهنم وبئس المصير في يوم عيد؟ طبعا لا يمكن أن يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أبدا. واخد بالك، ادي اول علة. اللي شغالة في المطبخ طول النهار وتغسل وتطبخ، ولا الرجالة اللي عملوا القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والصواريخ عابرات القارات واسلحة الدمار الشام، ها، واللي عمل هيروشيما مين، واللي عمل مش عارف مين مين، وقعدت ايه تعدد، تاخد بالك، ما هي امرأة، واخد بالك، قعدت تعدد بقى ايه البلاوي بتاعت الرجال، تاخد بالك. تقول طبعا لا يمكن، وينبغي نحن نراعي المساله التي ذكرها ابن الجوزي، ان صحه السند لا تستلزم صحه المتن. شوف يا اخي، سبحان الله، بذكرتني لما قرات الكتاب ده قصه، يعني حكايه يذكرها الادباء، أن خالد بن صفوان الخطيب البليغ كان رجل من خطباء المفوهين وكان مشهور، فكان دخل يوم الحمام، ففي واحد من العوام كان ابنه في الحمام، فأول ما شاف خالد حب يتكلم باللغة العربية الفصحى، عشان ايه، خالد بقى رجل بقى خطيب بليغ، فعايز يقول له يعني ان احنا ايه زملاء يعني، واخد بالك. فقال: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك.
واخد بالك؟ الباء تجر بلد، واخد بالك؟ ده المفروض ابدأ بيديك ورجليك. هو عايز يعرف انه بيتكلم لغة عربية برضه زيه، فقام وقع في ايه؟ في الحفرة دي. يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. الله يرحم زمان في حد بيتكلم باللغة العربية دي دلوقتي؟ أخبرك يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. أخبرك يعني. فشوف يا أخي من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، أتى بمثل هذه العجائب. لما امرأة تتكلم في علم الحديث وتأخذ كلام علماء الحديث ولا تستطيع أن تصرفه تأتي بمثل هذه الدواهي. صحيح من علماء الحديث من قال إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. ليه؟ قال لك لأن في أحيانا بعض السارقين يركب إسناد نظيف لمتن، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ده إسناد مذهب، يا في أسانيد بيسموها سلسلة الذهب من ضمن، واخد بالك؟ فأنت إذا رأيت مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، تخبرك؟ أو المؤمن حلي يحب الحلاوة، أو ربيع أمتي في العنب والبطيخ، ودي كلها أحاديث موضوع، ها؟ أو المؤمن كيس فطن. أهو في بعض الناس بتعتقد أن ده حديث وهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وخبرك. فلما ترى إسناد كالشمس ومتن كالظلمة يبقى فيه نوع من التباين بين الإسناد والمتن. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ما يجيبش إلا زيه، متن نظيف وفيه معاني وكذا. ففي بعض السارقين ممكن يركب إسناد من عنده على متن هو مؤلفه، فيقولون إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن، الاحتمال إن يكون حد عمل التركيبة دي. لكن أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن يحكم بهذا إلا إمام كبير مدرب اختلط الحديث بشحمه ولحمه حتى صار له فيه ملكة، حتى صار له فيه ملكة، وهذا لا يستطيع إلا الأئمة الكبار. الأئمة الكبار زي مثل البخاري وأحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم الرازي. وساق متنا يقول أبو حاتم الرازي هذا لا يشبه أحاديث الأعمش، هذا يشبه أحاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين ده كذاب. إيه لا يشبه دي؟ كأن كل راوي أحاديثه بقى لها طعم، أول ما يدوق الحديث يقول لك لا ده مش حديث فلان. لا شوف بوصل بهم الاهتمام والملكة إلى درجة أن يعرف سمت أحاديث الأعمش، لها سمت معين لا تخرج عنه، واخد بالك؟ يقول إنه بعد سنين دخل أحد البلاد فإذا به يقع على هذا الحديث يرويه الأعمش عن عمرو بن الحصين، وإذا الأعمش قد دلس عمرو وأسقطه من الإسناد. يبقى صدق ظنه، صدق ظنه. لا يحكم في هذا الباب إلا هؤلاء العلماء. صحة السند لا تستلزم صحة مات، نعم، لكن هذا للأئمة الكبار اللي لهم ملكة. إنما من بعدهم لا يستطيع أن يحكم على متن من المتون إلا إذا وقف على الإسناد، إلا إذا وقف على الإسناد. إنما أغرى هذه المرأة وأغرى أمثالها أن يتكلموا في مثل هذه العلوم هوان علماء الشريعة على أنفسهم وعلى الناس. وإن الجاهل بيتكلم ويخرج من دين الله ما هو فيه ويدخل في دين الله ما ليس منه ولا يتحرك العلماء، بل بالعكس
قد وجد من ينتسبون إلى الشريعة من فعل هذا. يعني الختان مثلا، الختان، ختان الإناث، هل معقول فجأة يخرج إنسان مهما كان قدره ليقول إن الختان عادة جاهلية ولا أصل لها في الشريعة، مع إن بيدرس في باب الطهارة في كتب الأزهر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن الختان من سنن الفطر مهما كان قدره، إن الختان لا أصل له في الدين؟ فجأة كده يعني هذا اتهام لكل العلماء الذين درسوا الختان على إنه من الشريعة، إنهم كانوا. طيب إذا كنت بتحترم التخصص مع الأطباء، لما لم تحترم التخصص مع علماء الحديث؟ وهل أنت لك في النقد ولك في تصحيح الحديث وتضعيفه ملكة، وبتفهم حاجة في علم الحديث أو تعرف شروط قبول الحديث حتى الصحيح؟ ليه تكلمت من تلقاء نفسك وقلت إن أحاديث الختان ضعيفة وأنت لست من علماء الحديث، وانتزعت التخصص بتاع علماء الحديث ووضعته تحت قدمك، أما الأطباء قلت بهم أهل التخصص في المسألة؟ فلما فجأة كده الختان، ختان الإناث يطلع ملوش أصل، والذي يجهر بهذا بعض من ينتسبون إلى التدريس في كليات شرعية، فلما لا تفعل المرأة مثل هذا وزيادة؟ ختان الإناث واجب، ليس هناك دليل على استحبابه أبدا. أصل في الأدلة إنها عامة للرجال والنساء معا، حتى يقوم دليل بتخصيص الرجال أو بتخصيص النساء. الأصل في الأدلة العموم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فالأصل أنه يعم الرجال والنساء معا، لأنهم مخاطبين بهذا الكلام مكلفين. ولا نقول أن يخرج طائفة من هذا الكلام إلا بدليل، فأين هو الدليل على أن الختان سنة للرجال، سنة مكرمة للنساء وسنة للرجال؟ هو حديث منكر، الرجال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، هذا حديث منكر عند علماء الحديث ولم يصح قط من وجه من الوجوه، وهو أليق بكلام الفقهاء منه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الوحيد الذي اتكأوا عليه لجعل ختان النساء مكرمة. إذا قلنا بوجوب ختان الرجال قلنا بوجوب ختان النساء ولا بد، إذ لا دليل صارف على الإطلاق، لا دليل صارف على الإطلاق. وهذا هو الذي جنح إليه الشافعية، وهو من حيث الدليل قوي أقوى بكثير من القول الآخر الذي يقول إن ختان الإناث مكرمة. فلما في هذا في زمان الغربة يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بمثل هذا ويوسد الأمر إلى غير أهله، تتكلم المرأة في علم الحديث وتتكلم في علم الفقه، وتختلط بقى الأزياء وتختلط المفاهيم، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة ضاعت. الأمانة ضاعت ليه؟ أعطيت غير المتخصص الحق في الكلام. فإحنا بنرجع مرة أخرى ونقول إن الاهتمام بالأسانيد دي مسألة تأصيلية، ليس المقصود منها الأسانيد بذاتها، بل المقصود أن نعيد النظر في حياتنا كلها، وأن كل شيء لا بد أن يكون له أصل، مثلما نظرنا هنا في هذا الحديث فوجدنا أن أصل الحديث هو الإسناد. ومن الأشياء التي أريد أن أنبه عليها في هذا الإسناد أيضا هو قول محمد ابن فليح حدثني أبي. أين هؤلاء الآباء؟ انقرضوا. ما عدت ترى طالب علم يقول حدثني أبي أو وجدت في مكتبة أبي أو قال لي جدي، مثلما كان يكون في الأزمنة السابقة. الإمام أحمد بن حنبل أولاد علماء، عبد الله وصالح
وأبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وزهير بن حرب ابن أحمد ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ الشهير. وهكذا كان موجود أولاد كله يقول حدثني أبي وسألت أبي. هذه ضياع مثل هذا النمط من حياتنا له أسباب كثيرة في الحقيقة، من أهم هذه الأسباب هو غياب العلماء الربانيين الذين يتدينون بعلمهم. احنا يا اخواننا نريد ان ننطلق في نصر هذا الدين مثلما ينطلق اهل الدنيا في صناعاتهم وفي تجاراتهم، سيكون عنده ولاء. قصه لا انساها ابدا، وكلما تذكرتها اعطتني حماسه واعطتني انتماء. وهي قصه حديثه، كنت في مكه والتقيت بعد ان ما اتحل الاتحاد السوفيتي، التقيت بمجموعة من العلماء من بوخارستان، حوالي 15 أستاذ ومدرس، ولهم شيخ يقترب على 90 إن لم يكن تجاوزها، رجل عليه سمت، له سمت وله وقار وصامت قلما يتكلم، وتلامذته يتكلمون بلغة عربية جيدة. فتكلموا عن يعني أن الشيوعيين كانوا بيقتلوا علماء المسلمين، ويعني تكلمنا في هذه المسألة فترة. فسألت أحد التلاميذ، قلت له يعني اسأل لي هذا الشيخ كيف نجا من مذابح الشيوعيين، يعني ينيف على 90 ولم يذبح ولم يقتل. فسألوا هذا السؤال فتكلم الرجل، قال إن هو فرض على نفسه الحبس الاختياري أكثر من 60 عاما. يعمل إيه؟ بالليل في تحت جناح الظلام يتسلل إلى قرية من القرى، يدخل بيت من البيوت، يقعد في البيت ده 3 شهور 4 شهور 2 3 4، المهم لا يخرج من هذه القرية إلا بعد أن يعلم أطفال القرية القرآن والحديث، والآباء يسربوا الأبناء له في سرية تامة، ويظل الفترة التي يظن أنه يعني قضى حاجته من هذه البلد، وبعدين إذا انتهى يخرج تحت جناح الليل إلى قرية أخرى. وهكذا ظل الرجل 60 سنة باختياره محبوسا، 60 سنة يدرس القرآن والسنة ورضي بهذا الحبس الاختياري. احنا بنهيب بإخواننا يكون عندهم مثل هذه العاطفة لهذا الدين، أن يتحرك بهذه العاطفة. أنت لا تحتاج أن يقول لك أحد أخدم دينك، أنت لا تحتاج إلى هذا. ما تحتاج أن يقول لك رجل أخدم دينك يبقى ابكي على نفسك، لأن هذا شيء الإنسان بينطلق بتلقائية إليه. رجل يحرم نفسه من الدنيا ومن ملذات الدنيا ويفرض الحبس الاختياري على نفسه، إنه يدخل في البلد أطول مدة قضاها في بلد 5 سنين، ظل في هذا البيت يخدم الكتاب والسنة بأنه يعلم الناس يحفظ القرآن ويحفظ الحديث. فمثل هذا الانتماء هو الذي نحتاج إليه، وصدق الانتماء هو الذي يعطيك النفس. لا يمكن ترتقي هذه الأمة إلا إذا وجدنا رجالا يحتسبون. أترك طوح بالملذات يطوح بها ويضع أمامه شيئا واحدا، هو أن ينصر هذا الدين في زمان الغربة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. آباؤنا
جيل شرب كل الهزائم التي منيت بها أمتنا المعاصرة. فهؤلاء الآباء الذين شهدوا هذه الهزائم المتوالية حتى فقدوا الثقة في ذواتهم فصاروا أقزاما، مهما حاولت ترفعه هو قزم من الداخل لا يصدق إن هو له قيمة. وهذا أقول على سبيل الجملة، لا أقضي على الجيل كله، لكن أقول هذا على سبيل الجملة الذي نراه إجمالا وهذا الذي أذكره. فهؤلاء الآباء الذين ورثوا هذه الهزائم مع قلة العلم، مع قلة العلم، حاولوا أن يورثوا هذا الضعف إلى أبنائهم. فكلما أراد الولد أن يتحرر، لما يسمع درس مثلا مثل هذا الدرس وعنده همة عالية ويريد أن يخدم هذه الأمة وأن هو يقوم بالأمانة ولا يلقى الله خائنا لهذه الأمة، يريد أن يفعل شيء، إذا به أمام صخرة عظيمة وهي الوالد الذي يقول له: وأنت هتصلح الكون؟ هو أنت هتصلح الكون؟ أو يقول له: عايزين لك العيش، حيطة لها ودان. هذه العبارات المتكررة التي يحاول الأب أن يبثها في ابنه، وإذا التزم الولد بهذه النصائح بيعتبر ولد بار وبيفهم وذكي، وإذا خرج بتحصل مشاكل كثيرة في البيوت إذا أراد الولد أن يتجاوب مع هذا الكلام الذي يسمعه وكانت له همة عالية. فأمثال هذا الجيل الذي ظهر فيه الأدباء الذين استهزأوا بالله ورسوله، وظهر فيهم الصحفيون الذين استهزأوا بالله ورسوله، يعني القصص التي تكتب والتي تدعو إلى الدعارة، تدعو إلى الانحلال، كلها القصص إحسان عبد القدوس وقصص نيس منصور وقصص توفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وكل هؤلاء الذين شكلوا عقلية هذا الجيل، يعني هؤلاء الأدباء شكلوا عقلية هذا الجيل. وأنا الحقيقة أحيل إخواننا السامعين إلى كتاب يؤرخ تأريخا صادقا لهذه الحقبة، وهو من أمتع الكتب التي سوف تقرأها، كتاب أباطيل وأسمار للشيخ أبي فهر محمود شاكر رحمه الله. هذا الرجل من أفضل المقاتلين الذين قاتلوا وغزوا وانتصروا. اقرأ كتاب أباطيل وأسمار وكتاب اسمه الطريق إلى ثقافتنا أيضا للشيخ محمود شاكر، لتعلم هذا البلاء الذي عاشت فيه الأمة ما مبدأه. أرخ تأريخا صادقا بقلمه الرشيق. الشيخ محمود شاكر معروف أنه من أفضل من كتب، يعني كأن الكلمات حبات لؤلؤ منظومات، أحيانا كنت أقرأ له العبارة فأنفجر ضاحكا من شدة سخريته اللي بينقده اللي هو لويس عوض. في مطلع هذا الكتاب ستقرأ، فأنا أحيل الإخوة وألح عليهم أن يقرأوا هذا الكتاب، كتاب أباطيل وأسمار للشيخ محمود شاكر، من أرخ حقيقة هؤلاء الأدباء، والحقيقة وصف هذا الجيل وصفا دقيقا ينبغي على الذي يطب هذه الأمة وينظر في عللها أن ينظر إلى هذا المرض الضارب بجذره من أيام محمد علي اللي هم بيسموه باني مصر الحديث. وستعلم إذا قرأت كتاب الطريق إلى ثقافتنا مدى جناية هذا الرجل على مصر لما حاولوا أن يأخذها من الخلافة العثمانية ويستقل عن الخلافة العثمانية. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث كان يحدث أصحابه، فجاءه رجل أعرابي وهو يتكلم، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه وواصل كلامه، فانقسم الصحابة إلى فريقين،
قال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. طب لماذا انقسم الصحابة إلى فريقين؟ كل راعى شيئا لحظه في النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا سمع ما قال فكره ما قال كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا أعرض عنه وظهر على وجهه. يعني لما جاءه بعض الصحابة عبد الله بن عمرو وهو بيلبس حلة حمراء فأعرض عنه، الصحابة كل حياتهم واهتمامهم كانت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عيونهم كالكاميرا المسجلة، كل شيء يرمقونه حتى اضطراب لحيته. يقول الصحابي كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطراب لحيته. ويقول مثلا أبو حميد الساعدي قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم. ويطلع صحابي آخر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم والقمر في ليلة إضحيان أمر 14 فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه مرة فلكان في عيني أحلى من القمر. وده كلام واحد محب، ده كلام واحد محب يقول لكان في عيني أحلى من القمر. ويقول أيضا جابر بن سمرة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء وعليه حلة حمراء ما رأيت قط أجمل منه. ويقول أنس بن مالك ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان حياتهم كان محور ارتكاز عندهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا ظهر عليه وأعرض إعراضا لطيفا. فالصحابة الذين قالوا هذا راعوا هذا، أنه كثيرا ما كان يعرض عن أصحابه، مجرد ما يعرض يعرف الصحابي أنه ارتكب شيئا لا يحتاج إلى الكلام. والذين قالوا سمع ما لم يسمع بنوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه أحدا بما يكره أبدا. في صحيح مسلم أن كان في المدينة بنت كانها عندها تخلف كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا يمتنع منها ولا ينزع يده منها. هذه أشياء لما بنقرأها لها دلالة، وإن كان بعض الناس قد يعتبرها موقف صغير لكن له دلالة، واخد بالك؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان رفيقا كثير احتمال الأذى لا سيما مع الأعراب. ما كان يعرض عن الأعرابي حتى إذا لو قال قولا جافيا، إنما كان يعرض عن أصحابه الذين يعيشون معه في المدينة. وهكذا ينبغي على الشيخ أن يفرق في معاملته بين أهل البلد وبين الغرباء، فيعطي الغرباء من صدره ومن وجهه ومن وقته. ليه؟ لأنهم غرباء، وقد هذا الغريب لا يعلم ما نبه عليه الشيخ أكثر من مرة، لكن يعلمه أهل البلد. في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسمع. فلو كان واحد من أهل المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بعد النهي كان يعذره، إنما الأعرابي الذي ما شهد هذا النهي وجاء من بعيد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعنفه، إنما كان يتلطف معه. هذا هو الذين قال لأنه كان
أن النبي صلى الله عليه وسلم قعودا لرجل من الأعراب. قعود جمل صغير في السن. فقال: بعني جملك. قال: بكم؟ وده يدل على الجفاء، يعني كان المفروض يقول له خلاص الجمل لك، لكن قال له بكام؟ فقال مثلا بكذا. قال له: خلاص اشتريت منك الجمل وأعطيك الثمن لما نرجع إلى المدينة. واحد آخر من الصحابة ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل، فعجبوا الجمل، فقال للأعرابي: تبيع الجمل؟ قال له: بكم؟ قال له: بكذا. وهبلك وفرض ثمنا أعلى من ثمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن الأعرابي باع الجمل. قال: يا أعرابي، أولم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: كلا يا أعرابي، بل بعتني. قال: ما بعتك، بل بعتني ما بعتك. ثم قال له الأعرابي: هلم شهيدا يشهد أنني بعتك، هات أي واحد يشهد إننا بعتك الجمل. والصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وهو يقول هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. حينئذ انبرى خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما يا خزيمة؟ قال: بتصديقك، يعني وأنك لا تكذب. بدون ما أكون حاضر لهذه الصفقة ولهذا البيع، أنت بع، أنت اشتريت الجمل والأعرابي باعك الجمل بتصديقك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأجل هذا، وهذا من خصوصيات خزيمة بن ثابت الأنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كفر هذا الأعرابي ولا قال له: كذبت رسولك فكفرت، اغتسل بقى وجدد الإسلام وانطق بالشهادتين والكلام ده، لراعى هذه المسألة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاحتمال، يعني يأتي مثلا أعرابي فيقول لي: يا رسول الله، ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا أم تتفتق عنها ثمار الجنة؟ فالصحابة الموجودين ضحكوا وبتاع من السؤال ده، واخبرك. فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من جاهل يسأل عالما؟ إيه ليه؟ لماذا تضحكون؟ رجل بيسأل في الجنة حنلبس إيه؟ هل إحنا لنخيط الهدوم بتاعتنا؟ ولا حنلاقي الهدوم جاهزة؟ وده يعني الصحابة كانوا كثير يعني ما يسألون عن الجنة وما فيها. يعني مرة كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن رجل ربه في الزرع، هو في الجنة، قال له: نفس أزرع. يعني يحرد بقى ويروي ويحط البذرة وبتاع، قال: ده أنت في الجنة، واخد بالك. استأذن ربه في الزرع فقال الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فرمى البذرة وفي طرف العين رأى الثمرة، على طول هو رمى البذرة على طول، شجرة كبيرة والثمرة على طول. فقال رجل: والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشية. سأل السؤال ده إلا قرش، هم اللي بيحبوا يزرعوا بلد. فكلهم تطلع الجنة لا أحد يعرفها، وهي منتهى الآمال، الجنة منتهى الآمال، كلنا بنعمل عشان ندخل الجنة، لأن أعظم نعمة في الجنة هي رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم في الجنة. فإحنا لما بنطلب من الله عز وجل الجنة نطلب أن نرى رب العالمين تبارك وتعالى. فكانوا ساعات يسألوا، واخد بالك، عن الجنة. فالرجل بيسأل عن الهدوم بتاعته، هيلبس ازاي ولا هنخيطها ازاي ولا الكلام ده. فالصحابة ضحكوا من السؤال، فقال: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي، تتفتق عنها ثمار الجنة. تقوم فتح البطيخة كده تلاقي الجلبية، تفتح الرمانة تلاقي الجلبية، تاخدلك جاهزة وعلى مقاسك وكده، مجرد كما يقول بعض العلماء، واستندوا إلى آثار صحيحة موقوفة في هذا ولا حكم الرفع،
أن الجنة لا يسأل الإنسان ما يريد، إنما بمجرد ما يتمنى يجد. مجرد ما يتمنى يجد. ليه؟ لأن السؤال ذل، السؤال ذل، واخد بالك؟ فأهل الجنة معافون من هذا كله. مجرد ما يخطر بباله مثلا ياكل رمان يلاقي على طول رمان قدامه، يخطر على باله ياكل مثلا فاكهة، ياكل حمام، ياكل أي حاجة يعني من فواكه الجنة أو من لحوم الجنة، يجد على طول مباشرة هذا الشيء أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الرفق بهؤلاء الأعراب، وكان الصحابة يعلمون ذلك، فقالوا بل لم يسمع. ليه؟ راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ينبغي مراعاة قرائن الأحوال، ينبغي مراعاة قرائن الأحوال. يعني شوف الصحابة حكموا بما يعني علموه من النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة اعتبار القرائن في الحكم هذه مسألة ضرورية جدا، اعتبار القرينة في الحكم هذه مسألة ضرورية، كما أن الصحابة في حكمهم لما انقسموا إلى فريقين كل راعى القرينة التي حضرته ورآها ورآها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين أراه؟ هكذا على الشك، مش أين السائل عن الساعة. وهذا الشك من محمد ابن فليح، لأن كل الذين رووا هذا الحديث عن فليح بن سليمان، وأنا سميتهم خمسة: محمد بن سنان، محمد بن فليح، يونس بن محمد، سريج بن النعمان، وعثمان بن عمر. هؤلاء الأربعة باستثناء محمد بن فليح كلهم لم يذكر هذا الشك في روايته، بل قالوا جزما: أين السائل عن الساعة؟ ولو كان هذا الاختلاف من فليح بن سليمان لاتفقوا عليه فيه، أما وقد اختلفوا فيه فإحنا بننظر بقى إلى اتفاق الرواة واختلافهم في مثل هذا. فاتفق أربعة من الرواة عن فليح بن سليمان على الجزم وترك الشك، ولم يشك فيها في هذه اللفظة إلا محمد ابن فليح. لذلك جعل العلماء ومنهم الحافظ بن حجر الشك فيها من محمد ابن فليح. قال: حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أو أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان رجلا عاقلا فسأل سؤالا آخر كشف الأمر وجلاه، قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: إذا أسند الأمر، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ووقع في صحيح ابن حبان: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة. وأنا أظن أن هذا خطأ في تصحيف، لو كان إذا اشتد الأمر إجابة على السؤال الأول لكان له وجه، متى الساعة؟ فيقول: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة. ماشي، اشتد الأمر يعني زادت الفتن، فكده الجواب ممكن يمشي، لكن كيف إضاعتها؟ يقول: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة، يعني هذا الجواب لا يعني يكون جوابا كافيا لهذا السؤال، وكأن الكتاب وقع فيه تصحيف وسقط. كلمة اشتد دي يكون أصلها أسندة، وهي نفس الحروف مع اختلاف النقط يعني الإعجام، كأنه إذا أسند الأمر إلى غير أهله فوقع تصحيف، فأسند بقت اشتد وسقط من الرواية إلى غير أهله، ليتفق ذلك مع بقية الروايات.
وللحديث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.